كذبة أبريل تعتبر تقليداً أوروبياً يقوم على المزاح لخداع الآخرين قبل أن يعترف صاحبها بأنها كذبة. ضحية كذبة أبريل صفة تطلق على من يصدق الشائعات أو الأكاذيب. السمكة ونكتة أبريل يطلقان على ضحية الكذب في فرنسا واسكتلندا على التوالي. كذبة أبريل ليست يوماً رسمياً، لكن اعتاد الناس الاحتفال به وخداع بعضهم حول العالم. إسبانيا وألمانيا ترفضان الاحتفال باليوم لأنه يوافق الأول من أبريل، وهو مقدس ديني في مدريد، ويوافق يوم ميلاد الزعيم الألماني بسمارك في برلين. يعتقد الباحثون أن أصل كذبة أبريل يرجع إلى القرون الوسطى، حيث كان الشهر وقت الشفاعة للمجانين. تحتفل اسكتلندا بكذبة أبريل لمدة يومين. يعتقد البعض أن فرنسا أول من احتفل بهذه العادة لارتباطها بتبني الملك شارل التاسع تقويماً جديداً يستبدل رأس السنة ويغير موعدها.